السلام عليكم ورحمة الله. الناس الحاضرة بس أكد لي الصوت والصورة واضحة. واضح الصوت يا شباب؟ مسموع الصوت يا شباب؟ مرتضى كيفك؟ إن شاء الله تمام. بس عايز الناس تأكد لي يا ريت إنه الصوت واضح قبل ما أبدأ. اسمع الصوت يا شباب. أنا ما شايف صراحة أوكي تمام، تسلم يا مرتضى. طيب أعتقد ممكن ننتظر محمد. بس كيفك؟ إن شاء الله تمام. أعتقد ممكن ننتظر زي دقيقتين بس كده، وبعدين نبدأ إن شاء الله. هبدأ أعمل السكرين شير. أوكي طيب، أثناء اللايف يعني لو في أي زول عنده استفسار وكده ممكن في الشات، و إن شاء الله أنا يعني عندي برزنتيشن مدتها تقريبا يعني تلت ساعة كده، 25 دقيقة، وبعدها ممكن يكون في جلسة حوارية أو نقاشية لو في زول عنده أي استفسار وكده. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم وشكرا لجميع الناس اللي حضروا. عارف إنه الإعلان كان متأخر نوعا ما، لكن الواحد كان مشغول شوية ما قدر يعلن في وقت أبدر. أنا اسمي محمد الحاج، مهندس باحث في مجال الطاقة المتجددة، وأيضا عضو في فريق الإشراف في مؤسسة الباحثين السودانيين. الله يبدأ إن شاء الله حيكون عن المبادرة بتاعت Clean Energy for Africa، أو طاقة نظيفة من أجل أفريقيا، وهي يعني مشروع بديته أنا قبل سنة و4 شهور تقريبا في جولاي 2019. فعايز أتكلم عن المشروع ده بما أنه مر عليه الآن فترة جيدة، و يعني الحمد لله حصلت فيه عدة إنجازات وكان له تأثير إن شاء الله، وجنه يستمر ويستفيد منه جميع السودانيين خاصة الشباب المهتمين بالطاقة المتجددة والاستدامة. طيب دينو بدأ بسيط عني. أنا محمد الحاج، مهندس وباحث في الطاقة المستدامة. كملت الدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة هنا في قطر.
الطاقة المستدامة 2019 السنة اللي فاتت، والبحث حقي في الدكتوراه كان عن استعمال الطاقة الشمسية الحرارية أو اللي هي مسميها الـ Concentrated Solar Power في تحلية المياه. طبعا تحلية المياه ده موضوع مهم شديد جدا في دولة زي قطر والدول الخليجية، قطر، السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، لأنه ما عندهم مصادر مياه طبيعية متجددة، فبيعتمدوا على المياه البحر. فكان البحث بينظر إلى أنه كيف ممكن يعني نطور منظومة أو تقنية مستدامة تسمح بتحلية المياه، استعمال الطاقة المتجددة النظيفة حسب ما نقلل الضرر البيئي، وأيضا تكون تعزز الأمن الطاقة في الدول بصورة عامة. الحمد لله البحث بتاعي حق الدكتوراه يعني نشرت منه أوراق كثيرة لله الحمد، حوالي 7 أوراق في عدة مجلات عالمية في مجال الهندسة والاستدامة والعلوم البيئية. وأيضا شاركت في عدة مؤتمرات. البحث الحمد لله أيضا حاز على جائزتين على مستوى قطر بالنسبة للبحوث اللي تهتم بمجال الطاقة المتجددة. وأنا حاليا بعمل في قطر هنا في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، اللي هي يعني مؤسسة الحكومية الموازية لوزارة الكهرباء والمياه، ومراجع أيضا لعدة مجلات علمية في مجال العلوم البيئية والهندسة وهندسة تحلية المياه خصوصا. أنا برضو المسؤول عن المشروع بتاع مجلة الباحثين السودانيين اللي حيكون في أبديت عنه كبير إن شاء الله في غضون بكرة وبعد بكرة إن شاء الله، حيكون إعلان عن الترويج الحدث بتاع تدشين المجلة، فحيكون هو إن شاء الله كلام كثير أخليه لوقته. طيب طيب، ما هي كلين إنرجي فور أفريقيا؟ كلين إنرجي فور أفريقيا دي مبادرة الهدف منها أو خلينا نقول في صورتها الحالية هي منصة للطاقة المتجددة في أفريقيا. هي منصة تعليمية توعوية تثقيفية في المقام الأول، توفر معلومات ومصادر عن التقنية، عن السوق حق الطاقة المتجددة في أفريقيا، وأيضا مساحة لتطوير وتأهيل الشباب المهتمين بمجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، سواء كانوا طلاب أو باحثين أو مهندسين أو غيرهم. والحوجة إليها بتكمن في أنه أفريقيا كقارة يعني في حوجة ماسة جدا إلى حلول الطاقة المستدامة، نظرا لأنه عندنا عجز في الوصول للطاقة، وعندنا يعني متضررين كبير جدا نحن من تغير المناخ، وأيضا في طلب كبير جدا على الطاقة. فالطاقة المتجددة هي الحل وهي المستقبل، ما في أي تقنية ثانية. الناس المفروض تركز فيها، دي حاجة يعني المفروض نتفق عليها. ويعني الناس اللي مهتمة بالموضوع ده أكثر بنصحهم يراجعوا الآن حديثنا آخر شهر آخر شهرين، مش صدر تقريرين مهمين جدا عن الطاقة المتجددة في أفريقيا، اللي هو الأول تقرير الورلد انرجي اوتلوك حق الاي اي وكالة الدولية للطاقة، مهم جدا، في استنتاجات يعني مهمة جدا ومحورية فيما يتعلق بمستقبل الطاقة، وأنه الطاقة الشمسية أصبحت هي فعليا أرخص مصدر للكهرباء في أغلب دول العالم، وأنها ستستمر بالنمو توقعاتهم حتى لو ما يعني حصل تغير كبير جدا على مستوى السياسات. فدي يعني في استنتاجات مهمة جدا بحيل الناس للتقرير ده، مهم جدا. بلومبرج انرجي فاينانس برضو كان عندهم تقرير كبير نشروه، التقرير الدوري بتاع الانرجي اوتلوك، فبنصح الناس بعودة للتقارير دي. طيب، عودة لكلين انرجي فور افريقيا. الهدف بتاعنا احنا في المبادرة دي هو تمكين الجيل القادم ان شاء الله من المهنيين ومن المهندسين والشباب العاملين في مجال الطاقة المتجددة. وطبعا دي كمبادرة هي عمل جماعي. أنا بتشرف الحمد لله إنه معي في إدارة المنصة دي والمبادرة دي فريق متميز جدا من المهندسين والباحثين. في الباشمهندس مصدق الزين، كلمت عنه كثير، وبحوث حقته مميزة في مجال الطاقة الشمسية، هو خريج جامعة أبصالة في السويد. زلفى رشيد أيضا من أوائل المهندسات اللي انضموا لنا في مرحلة مبكرة، وهي صاحبة البرنامج بتاع الـ Volunteers Program اللي هو برنامجنا التدريبي اللي اختتمناه حديثا وكان عمل له لايف في المجموعة.
باشمهندس صباح أيضا في هنا تحت خريج جامعة السودان علوم التقنية، ويعني من أشطر الناس اللي شفتهم ما شاء الله في فيما يتعلق بالعلوم الحيوية، بالهندسة الحيوية، البايو إنرجي والطاقة الحيوية والبايو ماس والبايو غاز، التقنيات دي ما شاء الله. وأيضا هو ماسك لنا الآن مشروع عن المضخات حيوية الطاقة الشمسية. باشمهندس بكر يوسف أيضا من أوائل الناس اللي كانوا متابعين الأنشطة بتاعت المبادرة لما كانت زمان اسمها سودا سولار قبل يمكن سنتين، مهندس متخصص في الطاقة الشمسية، وأحدث عضو أيضا انضم لفريقنا هو المهندسة سامية سيد اللي انتقلت من الطاقة النووية للطاقة المتجددة، ومسكلين هي موضوع الريسيرش ديفلوبمنت، وان شاء الله في برنامج كبير حنعلن عنه يعني في غضون الشهر القادم، زي ورشه تدريبيه مركزه يعني عن البحوث خاصه وعن الطاقه المتجدده بصوره عامه في السودان، ان شاء الله حنعلن عنه مسكاه ساميه. طيب نحن نعمل شنو بالضبط في المنصه دي؟ بنعمل عده حاجات، اول حاجه بننشر مقالات يعني في قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا، مقالات تتكلم عن التقنيات الحديثة، التطورات في السوق، المشاريع الجديدة. أيضا بعض المقالات المنشورة في المنصة بتاعتنا الموقع هي عن بتتكلم عن التطوير الشخصي للشباب المهنيين أو young professionals، للطلاب، للمهندسين وغيرهم. وبنحرص في عملية النشر، ودي يمكن تكون حاجة مميزة في الإدارة بتاعت المنصة، أنه يتم مراجعة أي مقال بتنشر من قبل بعض المراجعين في المنصة. وأنا بعد سلايدين حنفتح الموقع عشان أخليكم تطلعوا عليه. الموقع الحمد لله هو مصدر يعني كبير، داتابيس كبيرة فيها مراجع كثيرة شديد، فيها خلاصة الشغل بتاعنا على مدار السنة و4 شهور اللي فاتت دي. ايضا بنستضيف عده بننظم عده ويبينارات في شتى المواضيع بتتعلق بالطاقه المتجدده. نظمنا حوالي 6 ويبينارات حاليا في الفتره اللي فاتت دي. كان عندنا ويبينار عن المهارات المطلوبه على مستوى التطوير الشخصي، كان عندنا ويبينار في شهر 3 الفات عن رياده الاعمال في الاسواق الناشئه، كان عندنا ويبينار برضو عن الحلول للطاقة المتجددة المدمجة، باشمهندس مقداد قدموا لنا، دكتورة حازم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أيضا من الأعضاء من المداعمين لنا بشدة صراحة في المبادرة، جزاها الله خير، قدمت لنا برضو ويبينار شهر 5 الفات عن البايو غاز سيستمز وغيرها. فدي حاجة يعني بنعملها باستمرار. ايضا من الحاجات المهمه اللي بنعملها في المبادره هي موضوع بناء المقدرات، لانه نحن بنعتقد انه تنميه او حل كثير من مشاكل الطاقه المتجدده على مستوى افريقيا وعلى مستوى السودان ايضا من باب اولى ترجع الى انه لابد يكون الناس العاملين في المجال ده عندهم المهارات المطلوبه، سواء كانوا طلاب مثلا او كانوا باحثين او كانوا رواد اعمال او كانوا مهندسين، لو ما عندهم المعرفه الصحيحه ما حيقدروا يكونوا مؤثرين. فعبر في اطار تطوير بناء المقدرات بنعمل عده حاجات، بنعمل طبعا موضوع المراجعه المحكمه والبير ريفيو، التحكيم العلمي خلينا نقول لاي مقال بيتم. فالعمليه دي بتساعد الناس بيقدموا لمقالات تتنشر في موقعنا ان يحسنوا جوده المقال. عندنا مصدر علمي تعليمي خلينا نقول متكامل في الموقع اعرضه الان، وعندنا ايضا برنامج تدريبي اختتمناه حديثا قبل اسبوعين ايضا حتكلم عنه في السلايدات الثانيه. الان بس حوقف الشير وحفتح الموقع لانه مهم جدا تطلعوا عليه. طيب اوكي طيب 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 ده الموقع بتاعنا. هو زي ما شايفين الواجهه بتاعته فيها المقالات، كل المقالات المنشوره. عندنا حاليا هنا المقال، احدث مقال كان نشرته واحده من المهندسات من ملاوي تقريبا، تعرفت علينا عبر لينكدين. عندها مقال كان يتكلم عن الحلول حقت انظمه الطهي الصديقه للبيئه، فممكن تطلعوا على المقال هنا. عندنا أيضا نرجع ورا
دي كل المقالات اللي اتنشرت. ده مقال هنا مثلا عن الاوف جريد ويند باور سيستمز، نشره مصدق قبل فتره، يعني مميز جدا في خلاصه الدراسه بتاعته. مقالات في السياسه، في البوليسي، في الهندسه، في الايكونومكس، السيارات الكهربائيه، يعني مواضيع متنوعه. وطبعا المقالات كلها مؤرشفه عبر الموقع في الكاتيجوريز هنا. دي مهمة شديد، يعني حاجة بتساعد الزوار. مثلا انت عايز تشوف ليك مقالات عن السودان، تقوم تضغط على السودان هنا في الكاتيجوريز. انا قاعدين نفهرس من بنرتب كل المقالات، فبيوريك كل المقالات اللي فيها التاج وورد سودان، وتتكلم عن السودان بصورة مباشرة. مثلا حاليا يعني ما هي كثيرة شديد، لانه عندنا معلومات كثيرة عن السودان. انا عندي مقالين عن الستاتس اوف رينيوبلز ان السودان، يعني بنصح الناس بيهم لو زول عايز ياخذ فكره عامه عن قطاع الطاقه المتجدده في السودان وكده. قول مثلا انت عايز تاخذ تعرف معلومات عن الويست تو انرجي، تضغط على الويست تو انرجي تاج، وحيظهر لك المقالات اللي فيها عندها علاقه بتحويل النفايات مثلا الى طاقه وهكذا. طبعا هنا في الموقع في الرابط في مباشره في اول صفحه بتاع التسجيل للنيوزليتر، القائمة البريدية بتاعتنا، اللي هي بنصح بها جدا، لأنه عبرها بننشر نحن بصورة دورية أي تحديثات، أي معلومات جديدة، أي أنشطة بنعلن عنها للناس المشتركين في القائمة البريدية دي. فبنصح الناس بالاشتراك بها. وطبعا الزول بعد ما يشترك، احنا لانه عندنا سياسه حقت خصوصيه، دي حاجه مهمه جدا. الزول بعد ما ممكن الزول يطلع عليها هنا برايفسي بوليسي. وبعد ما تشترك لو ما عجبك الموضوع عايز تطلع بسهوله جدا، عندك خيار تعمل موديفاي سبسكريبشن وتطلع من النيوزليتر. طبعا موضوع البرايفسي ده بالنسبه لي حاجه مهمه. ف في الاباوت سيكشن هنا فوق في برضه الببلشنج بوليسي، نتكلم عن الجوده واهميه التحكيم العلمي، فممكن لانه ما بننشر اي حاجه، لازم الحاجه تكون على مستوى معين وملائمه للاختصاص حق المبادره. طبعا عندنا هنا الصفحه دي فيها اسمها رينيوبل انرجي اديوكيشن، بنصح الناس خاصه الناس اللي عايزين ياخذوا فكره عامه ويخشوا يدوب في المجال، يدخلوا الصفحه دي، لانها فيها مجموعه من الصفحات، ويعني بدون مبالغه الحاجات دي اخذت عشرات الساعات عشان تتم تجهيزها وترتيبها بالصوره دي. فارجو الناس ان شاء الله يستفيدوا منها. فهنا في اربع اقسام رئيسيه في الصفحه بتاعت الاديوكيشن والتعليم، التعليم في مجال الطاقه المتجدده. في الصفحه الاولى بتتكلم عن الشهاده الجامعيه الاولى، زول عايز يدرس بكالوريوس في مجال الطاقه المتجدده، يدرس شنو بالضبط، شنو التخصصات المناسبه، شنو حيستفيد شنو، كيف ممكن يدخل لمجال الطاقه المتجدده لو هو درس بزنس مثلا، او درس اقتصاد، او درس علوم انسانيه، او درس تسويق، او درس هندسه وهكذا. صفحه تانية هنا بتتكلم عن التعليم العالي، شهادات التعليم العالي زي الماجستير والدكتوراه، فمهمه جدا. هنا ذكرت فيها الخلاصه بتاعت المقارنه ما بين الماجستير والدكتوراه، بتين تعمل ماجستير، بتين ما تعمل، هل تعمل ام بي اي ولا تعمل دراسة ماجستير متخصص، 200 هل تعمل، هل فكرة أن تعمل دكتوراه فكرة جيدة دائما ولا لا. دي برضو جزئية مهمة جدا. الصفحة الأولى نسيت أذكر، الصفحة الأولى حقت ستارتنج يونيفرستي ديجري، اللي هي شهادة البكالوريوس، فيها أيضا، خلينا نفتحها بالمناسبة عشان الناس تشوف. طيب الصفحة حقت الستار يونيفرستي ديجري أيضا فيها، طيب هنا نتكلم عن المقارنة بين التخصصات المختلفة، الهندسات، البزنس، الإيكونومكس، العلوم، كل واحدة منهم كيف ممكن عبرها يعني تكون يعني تشتغل في مجال الطاقة المتجددة. بعدين هنا في قاعدة حق البيانات من 43 برنامج، يعني أنا عملت سيرش من بين تقريبا 300 و 400 برنامج حق بكالوريوس متعلق بالطاقة المتجددة في كل دول العالم. اخترتها أحسن أو أفضل في تقديري 43 برنامج. فدي 43 برنامج حق بكالوريوس مختلف دول العالم، كل واحد منها متعلق بالطاقة المتجددة بصورة مباشرة. فأنت لو زول ممكن يخش يشوف اسم الجامعة، طبعا هنا بيظهر ليك واللوجو، وبعد تضغط عليه مباشرة حيوديك الرابط للصفحة بتاعت البرنامج نفسه، فممكن تطلع عليها وتشوف إذا البرنامج ده مناسب معاك ولا لا. فدي يعني مصدر مهم اعتقد الناس ممكن تستفيد منه، خصوصا في مرحله الشهادات البكالوريوس. الهاير اديوكيشن فيها موضوع
الماجستير هل هو مناسب بالنسبة لك ولا ما مناسب، هل أعمل ماجستير بعد البكالوريوس طوالي ولا أشتغل. دي يعني طبعا حاجة ناس كثير من الحين بيسألوا عنها، فمحتاجة لأنه تطلع على يعني عدة آراء في الإطار ده. فأنا ذكرت مجموعة من النقاط المهمة في الموضوع ده. وبعدين ايضا موضوع الدكتوراه ايضا تكلمت عنه باسهاب، مهم جدا انه هل الدكتوراه الزول يعملها دائما ولا ما يعملها، فوائد شنو والسلبيات تحديات فيها. فدي حاجه يعني صفحه بنصح جدا الناس ترجع عليها يعني كمرجع. طبعا بعدين كصفحه ثانيه، واحده منهم اسمها اونلاين كورسز، الصفحه دي فيها حوالي ما لا يقل عن 30 برنامج كورس اونلاين مجاني. دي الميزه، دي حاجه رئيسيه، يعني كلها برامج كورسات مجانيه ممكن الناس تطلع عليها في شتى تخصصات طاقه متجدده. وهنا في صفحه اخيره اسمها اذر سورسز، فيها الروابط للجمعيات العلميه المشهوره، المجلات او مش المجلات العلميه المحكمه لكن المجلات الثقافيه العامه عن الطاقه المتجدده، المواقع المفيده في انك تزول يكون مطلع دائما على القطاع، مواقع حقت الشركات مش الشركات المنظمات البحثيه ماركت ريسيرش اورجنايزيشنز، مواقع اللي دور النشر المتخصصه في الطاقه وعلوم الطاقه المتجدده. فايضا ذكرت مجموعه منهم او اغلبهم في تقديري في الصفحه دي، بنصح فيعني اتوقع ان شاء الله بتكون مصدر مفيد. فده يعني الصفحه دي ككل بالصفحات الفرعيه اللي فيها دي بعتبرها صراحه مرجع جيد جدا لاي زول مبتدئ او متوسط او حتى متقدم في مجال الطاقه المتجدده، ان شاء الله ممكن يستفيد منها. طبعا هنا في غير كده في صفحه هنا عن اعضاء الفريق، فيها الناس اعضاء الفريق المبادره، كل واحد منهم تعريف به بالباك جراوند بتاعه، شغله شنو بالضبط، كيف ممكن تتواصل معاه، الايميل، تخصصه وهكذا. ايضا في صفحه هنا عن الكونتاكت نيوزليتر، الصفحه دي ممكن الناس ترجع عليها لو زول عايز يسجل في القائمه البريديه، بنصح الناس جدا بالتسجيل في القائمه البريديه دي لان فيها يعني عبرها يعني بنعلن عن حاجات كثيره شديد. طبعا هنا برضه في الصفحات بتاعت الفيسبوك والحساب لينكدين ويوتيوب. طيب انا هعمل ستوب شير وهرجع تاني للبرزنتيشن. باوربوينت برزنتيشن، اوكي. طيب طبعا ده الموقع، تكلمنا عن محتوى الموقع من ناحية المحتوى بتاع المقالات فيه والمحتوى المرجع التعليمي المتكامل، بيتكلم عن الشهادات الجامعية وهكذا، فبنصح الناس جدا ترجع عليه. عندنا أيضا قمنا ببرنامج اسمه برنامج المتدربين أو الفولنتيرز بروجرام، خالدة قالت الصوت متقطع، ما أعرف باقي الناس سامعين كويس ولا المشكلة دي بس عندك يا خالد، عشان إذا الصوت ما زال واضح يا شباب لو بس زول يكتب لي. الصوت واضح يا جماعة ولا أغير السماعات؟ طيب انا وقت حاكمل و خالد احتمال بس يمكن الكونكشن عندي كل حاجه. طيب عندنا برنامج مهم جدا اسمه برنامج المتدربين او فولنتيرز بروجرام، كانت فكره المهندسه زلفى، وهو برنامج تدريبي الاول من نوعه اللي احنا نعمله يعني باداره الشباب. احنا طرحنا برنامج احنا ذات المنعرض المحتوى فيه، عشان كده انا مسميه يوث ليد، دي حاجه مهمه جدا. بديناه، هو الهدف منه تدريب 3 متدربين عن مختلف تقنيات الطاقه المتجدده حسب اهتماماتهم هم، حسب الخطط المستقبليه بتاعتهم. فبدينا البرنامج في شهر 7 الفات مده 3 شهور، والحمد لله وصلتنا حوالي 112 طلب تقديم من 13 دولة، في طبعا أغلبها في أفريقيا. اخترنا 3 متشاركين بعدينك من السودان، ملاوي وكينيا. طبعا الناس اللي كانوا متابعين الصفحة بتكونوا شفتوهم في آخر ويبينار قبل الأسبوع اللي فات،
وكان البرنامج بيتكون من مجموعة من المحاضرات، طبعا الحكاية دي كلها أونلاين، مجموعة من المحاضرات ورش العمل، الجلسات الحوارية وان تو وان منتورينج في مواضيع مختلفة في الطاقة المتجددة، بتشمل التقنيات، ريسورس اسسمنت، مانجمنت، فاينانس، المهارات التقديم، برزنتيشن سكيلز، ريسيرش سكيلز وغيرها. وايضا الحمد لله كان في شراكه ما بين مؤسستين دوليتين، رينيوبلز ان افريكا، والمؤسسه الثانيه اللي هو انترناشونال سوسايتي فور سستينابيلتي ريسيرش، مقرها الهند، شاركوا معانا وقدموا بعض الجلسات في اثناء البرنامج ده. فده كان يعني اول برنامج بيساهم بصوره مباشره في تفعيل تحقيق الرؤيه بتاعتنا، اننا نساهم ندرب ونزيد مهارات الشباب في مجال الطاقه المتجدده. والحمد لله اعتقد انه كان ناجح لدرجه كبيره. ان شاء الله باذن الله حيكون في منه نسخ قادمه. وانا تفكيري ايضا انه يكون في نسخه خاص مخصصه فقط بالذات للسودان، لانه نحن كفريق العمل اغلبنا كلنا سودانيين، فالمعرفه اللي عندنا بالسودان وبتحديات السودان اكبر بكثير من لوزيزول من خارج السودان. ف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون في نسخه ثانيه فقط للسودان، ويعني برضو من الناس تكون متابعه للصفحه عن الحاجه دي. طيب عندنا حاليا ايضا مشروع ماسك المهندس بابكر، وهو عن تقييم احتياجات السوق في السودان للتدريب المهني من الطاقه الشمسيه. انا كل شهر قاعد اعمل بوست عن الموضوع ده في الجروب حق الباحثين السودانيين، لانه عايزين نجمع كميات كبيره، عايزين نجمع عدد اجابات كبير، يعني في تقديري 300 او 500 لو امكن. حاليا عندنا حوالي 120 اجابه في السيرفي ده، ومحتاجين نجمع اجابات اكثر. السيرفي عباره عن دراسه واستبيان لاحتياجات السوق في السودان للتدريب المهني في الطاقه الشمسيه، اللي هو بينظر مثلا للشركات كمثال، هل عندهم برامج للتدريب، هل عندهم ميزانيه، هل مستعدين يعني ياخذوا كورسات اونلاين ولا لا. ده قسم خاص بالشركات. بعدين في قسم ثاني خاص ب الأفراد سواء كانوا باحثين أو مهندسين وغيرهم، وبينظر إلى هل عندهم خطة شخصية للتدريب، شنو الكورسات المحتاجينها، شنو المواضيع المهتمين بها، لو حيدفعوا لكورس كم أكثر حاجة الناس ممكن تدفعها، هل الناس عندها استعداد تاخذ كورسات يعني أونلاين وتدفع مقابلة ولا لا. فطبعا الاستبيان إن شاء الله بعد ما انتهي من جمع النتائج تحليلها حيكون في تقرير عنها، وحينشر في 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 المنصات الخاصة بالمبادرة إن شاء الله. أرجو إن شاء الله حيجي يتم لو ما الشهر القادم يعني شهر واحد أو اثنين السنة الجاية بإذن الله. فأنا بدعو الناس كلها تشارك في الاستبيان ده، إن شاء الله في نهاية اللايف حنسخ الرابط وحاخده تاني في الكومنتس. عندنا أيضا مشروع تاني هو الدعوة لجمع وتقديم مقالات قصيرة عن تطبيق الطاقة الشمسية في مجال الزراعة، مسؤول عنه المهندس صباح. يعني بدعو الناس يزول عنده فكرة أو مبادرة أو تجربة فيما يتعلق بتطبيق الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، خصوصا موضوع المضخات، أو عنده بحث كتبه في الموضوع ده، أنه يرسله لنا بحيث أنه إن شاء الله نقوم ننشره. وطبعا إحنا في موضوع النشر يعني بنحاول قدر الإمكان نوجه الناس للاستفادة الأمثل من المحتوى بتاعهم، يعني ما عايزين بس نجرب نشيل محتوى من الناس وننشره. قبل فترة أديكم مثال، قدمت لنا مهندسة كان عندها ورقة علمية كاملة قدمتها عشان تنشر في ضمن السلسلة دي بتاعت السولار ووتر بومبينج. فلما شفتها قلت لها يا باشمهندس أنت عندك ورقة علمية يعني مكتوبة بصورة جيدة وكده، قيمتها العلمية أكبر لو نشرتها في مجلة، فما بنصحك تنشرها عندنا في المنصة، لأنه حتفقد حتقللي من قيمتها. وأيضا لو نشرتيها في المنصة بتاعتنا أو في موقع عموما ما هتكوني قادرة إنك تنشريها تاني في مجلة علمية. فقمت قلت لها في الحالة دي أحسن تسلمي منها نسخة مختصرة summarized version عشان تقدري تحتفظ بحقوق النشر لو عايزة تنشري المقال كامل في مجلة. فيعني فدي نحاول نوجه الناس دائما ليها. عندنا ايضا الحمد لله قبل اسبوعين تم يعني تكريم المبادره، او خلينا نقول اختيارها، من ضمن افضل 98 مبادره شبابيه حول العالم تنشط في مجال الطاقه المتجدده، واللي هي كانت المبادره الوحيده من السودان من قبل البرامج الامم المتحده لدعم دور الشباب في تحقيق الهدف السابع، هدف التنميه المستدامه، اللي هو الهدف المعني بالطاقه المتجدده. البرنامج اللي هو اسمه SDG
7 يوث كونستيتيونسي، فهو تابع لمجموعة الأمم المتحدة لتطوير الشباب والأطفال، اللي هو اسمها United Nations Major Group for Youth and Children. فالحمد لله دي حاجة يعني نسعد بها ونفتخر بها، انه يتم يعني تكريم المبادره واختيارها انها تعرض في الموقع الخاص بالمنصه دي. الناس ممكن تطلع الان، انا ممكن اعمل افتح الموقع هنا لانه انا اوريدي فات عندي في الويب سايت. اوكي، فده الموقع الخاص بالمنصه، اسمه youth sehub.org. ف ممكن لو زول دخل الموقع وخش على سيدي بروجيكتس حتفتح له خريطة حيشوف فيها كل المبادرات اللي تم اختيارها على مستوى العالم. فدي الخريطة الآن زي ما شايفين، سبحان الله أغلب المبادرات في أفريقيا. ولو زعمل عمل زوم ضغط على السودان حتلقى هنا في نقطة واحدة اللي هي مبادرة كلين ايج فور أفريقيا. فالحمد لله دي حاجه صراحه بنفخر بها ونفتخر بها، يعني نسعد بها جدا. و يعني دي فرصه للنزول ايضا يشكر جميع المتابعين للمنصه والداعمين والشركاء اللي كان لهم دور انه الانشطه دي يكون لها تاثير كبير ويتم يعني اختيارها من ضمن افضل 100 مبادره على مستوى العالم. طيب، التواصل ويعني بناء جسور التواصل، ولو في زول مهتم بأنه يتعرف أكثر على المبادرة دي وشارك الأنشطة بتاعتها، هنا دي المعلومات التواصل الأساسية: الموقع cleanageforafrica.org، صفحة الفيسبوك، اللينكدين والإيميل. عايز أتكلم هنا برضه عن موضوع الانضمام للمبادرة. كثير من الناس بيسأل عن الحاجة دي. يعني في 3 حاجات رئيسية ممكن الزول يعملها عشان ينضم ويساهم يشارك فيها. أول حاجة يسجل في المجموعة البريدية زي ما أنا ذكرتها سابقا، نيوزليتر مهمة جدا. ثاني حاجة الزول عنده أي مقال، طبعا يكون مقال بالإنجليزي، في أي موضوع متعلق بالطاقة المتجددة أو كيس ستدي مثلا أو كذا، يقدمه للنشر عبر، يرسل المقال بس عبر الإيميل وإن شاء الله حنرجع عليه وحنقوم بمراجعة المقال مساعدته في إنه يحسن الآلية بتاعت المقال، يحسن المحتوى بتاع المقال وطريقة الكتابة. وأيضا لو في زول مهتم إنه يتطوع أو يكون انترن يعني، أيضا يراسلنا عبر الإيميل يشرح لنا ويورينا هم منو مؤهلاته، شنو عايز يساهم في اي جزء، في اي جزئيه. لانه احنا عندنا احيانا بتكون عندنا انشطه في السودان محتاجه يعني زول اصلا موجود هناك، او انشطه ريسيرش عامه محتاج زول يقدر يخصص بهذا الوقت. طيب، ختاما انا عايز اتكلم عن التجربه بتاعتي كمتطوع في مستر بحثين السودانيين كمشرف. انا كنت مشرف على مدار مده 7 شهور يمكن 8 شهور، وضمن الفريق حق الفريق الاداره بتاع المؤسسه. فالفتره دي والفتره بتاعت العمل والتطوع دي والله الحمد استفدنا حاجات كثيره شديد، كلها ساهمت بطريقه مباشره انه المبادره دي يعني مبادره كلين في افريقيا تقدر تستمر ويكون لها ولله الحمد تاثير وحضور ويكون لها يعني نشاط بارز. اول حاجه انا عايز اقول ان الموضوع عوامل استمرارية المبادرات التطوعية يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى طبعا هي الشغف. لازم يكون الإنسان عنده فعلا شغف وحماس حقيقي، حب حقيقي للحاجة اللي هو بيعملها دي، يكون عنده رؤية واضحة أنه عايز يصل وين مثلا في غضون 3 سنوات أو 5 سنوات. وكل ما كانت الرؤية دي متمثلة في أهداف كبيرة وأهداف طموحة، مثلا تكون أكبر شركة استشارات في السودان في الطاقة المتجددة، أو تكون أكبر مركز تدريب في أفريقيا بعد 10 سنوات. كل ما كانت الرؤية دي يعني بتنتج منها أهداف كبيرة وطموحة، أعتقد دي حاجة بتكون دافع للزول أنه يستمر. أيضا موضوع التضحية ده حاجة مهمة جدا، sacrifice، لأنه ما في مبادرة طوعية في البداية إلا محتاجة تضحية كبيرة جدا، خاصة في الوقت. يعني موضوع الوقت تضحية فيه والقروش أيضا والمال، دي حاجة مهمة. وأيضا طبعا مهمة جدا وأن يكون في فريق فعال، لأنه لو زول اشتغل براهو في الغالب ما حيمشي بعيد. هتكلم عن الحاجة بعد شوية النقطة دي. التركيز على الإنجاز اولا دي مهمه جدا. انا يعني الفتره اللي فاتت دي كنت اخر سنتين قاعد اتابع كثير من المبادرات الشبابيه
في مجال الطاقة المتجددة ومجال الاستدامة. وبلقى كثير منها للأسف الناس بتقوم تعمل موقع وتعمل صفحة فيسبوك، ولكن ما في حاجة بتحصل، لا في كونتنت، ما في أنشطة، ما في أي حاجة. ومنهتم أحيانا بالشكليات، حاجة غريبة تلقى مبادرة قامت لها قبل من 6 شهور، وبعدين يقول لك حنغير شعار جديد للمبادرة دي. طيب وين الكونتنت؟ وين المحتوى بتاعكم؟ وين التأثير بتاعكم؟ وين الإنجاز؟ فالتركيز على موضوع الإنجاز مهم شديد جدا. الحاجة الثالثة هي موضوع أنه طعمه على المصير في موضوع الإنجاز، من الحياة اللي أنا استفدت منها وكانت رائعة جدا في أثناء العمل في مبادرة الباحثين السودانيين، أنه أنت عندك الحرية تعمل أي حاجة أنت عايزها. يعني أنا متذكر أول يوم انضميت كان من الحياة قال لي دكتور أنور أنه أنت عندك الحرية تعمل أي حاجة، عايز تشتغل في مشروع المجلة، عايز تشتغل في الموقع، عايز تشتغل بدون أي قيود وبدون أي يعني موافقات، أو أنه يعني خلينا نعمل مراجعة الحاجة دي أو كذا. لا، عندك فكرة عايز تعملها وعندك خطة واضحة وعندك الرغبة والحماس والإصرار طوال تنطلق. فدي حاجة مهمة جدا أنه الزول يتبناها في نفسه، وأيضا يمكن أعضاء الفريق اللي معاهم من الحاجة دي، ما يخد قدامهم حواجز كثير، خليهم يشتغلوا وينطلقوا طوالي. الحاجة الثالثة هي موضوع العلاقات. في مقولة مشهورة أنه your network is your net worth، ودي فعلا يعني زاد قناعتي بها أكثر الموضوع ده، أنه رأس المال الإنسان الحقيقي في أي مبادرة أو حتى لو كان عمل تجاري هي العلاقات في المقام الأول، وليس بالضرورة القروش. وخاصة العلاقات الضعيفة، بعض الناس اللي ممكن تتعرف عليهم في سيناريو بسيط جدا أو بدون ما يكون في أي مقدمات أو بدون ما يكون في أي تعريف من طرف ثالث. أديكم مثال، واحد من الشركاء الرئيسيين عندنا في المبادرة منظمة اسمها Renewables in Africa. ديل أنا كنت تعرفت على المؤسس بتاعهم، مهندس اسمه توني تيو، نيجيري مقيم في بريطانيا، وما شاء الله عندهم نشاط كبير جدا في على مستوى افريقيا وعلى مستوى المنصات الرقميه. انا كنت تواصلت معه بدري لما بديت المبادره، وكان الوقت ذاك يعني كان مره شهرين بس. تواصلت معه كيف؟ عبر لينكدين. لقيت صفحته في لينكدين، شفت البروفايل بتاعه، شفت الموقع بتاعه، ورسلت له ايميل قلت له انا عاجبني شغلكم وكذا، وانا مهتم بالمجال ده وعندي مبادره بديتها وكذا، وعايز اتكلم نشوف كيف ممكن نشتغل مع بعض بدون اي مقدمات، بدون ما يكون في زول ثاني عرفني به وكذا. فسبحان الله وافق، على الرغم انه زول مشغول وكذا وافق وتكلم معاه، عملنا فيديو كول، كلمني يمكن قريب ساعه، ومن الوقت ده بدأت علاقه قويه جدا. يعني فيما بعد كانت سبب في الله سبحانه وتعالى لانه يكون في شراكه حقيقيه، ويعرفني بين ناس وذاك، وبدينا نشتغل شغل مع بعض، وبدات في افاق لعمل كبير عبر علاقه كانت في ظاهري علاقه ضعيفه يعني بسموها ويك لينك. فدي يعني مهم جدا موضوع بناء العلاقات. ايضا الحاجه الثانيه موضوع العمل باستقلاليه والعمل مع فريق، اللي هي دي بترجعني لموضوع الفريق الفعال اللي تكلمت عنه اول. من الحياة اللي ما بنساها ابدا، يعني قال لي دكتور انور جزاه الله خير واثرت عليك كثير، قال لي انت لو عايز تمشي بسرعه الافضل انك تشتغل براك. وانا عن نفسي صراحه من طبيعتي بحب انطلق، ما بحب يعني شنو الاجراءات الكثيره والتنظيم الكثير، ما بحبه، بحب انطلق في العمل باسرع نمط ممكن وبايقاع سريع قدر الامكان. لكن قال لي لو عايز تمشي بعيد، تصل حتى بعيدة متقدمة، في الحالة لازم تشتغل مع فريق. وطبعا دي حاجة صعبة في البداية، لأنه عشان تلقى الفريق الفعال ده محتاج تستثمر يمكن أسابيع أو أشهر، وقت كتير جدا عشان تلقى الناس المناسبين، تدربهم، تتأكد أنهم عندهم الحافز الصحيح للاستمرارية دائما. فموضوع فيه صعوبة في البداية، لكن بعدينك الفوائد حقته كبيرة جدا، والحمد لله دي حاجة أنا لاحظتها في العمل في إطار الفريق بتاعنا. وأيضا لاحظت كيف كان تأثيره واضح في مبادرة الباحثين السودانيين. طيب الجزئية الثالثة، المسألة بعد الموضوع هي متعلقة بالفريق، أيضا موضوع تطوير العلاقات الشخصية. دي من الحياة اللي يعني كان ذكر لي دكتور نور كثير، انه عشان يكون الفريق بتاعك فعال يعني لازم تحاول يكون في تبني علاقة شخصية أو علاقة إنسانية بينك وبين الناس دي، ما يكون يعني ما بتنظر لهم أنت كموظفين في شركة، خاصة إذا كان العمل تطوعي ما في أصلا مقابل. لابد بين أعضاء الفريق نفسه يكون في علاقات
شخصية، انك تعرف مشاكلهم همومهم يعني، والناس يساعدوا بعض يعني. الموضوع ما انه قائد ومجموعة يعني مجموعة من الاشخاص في الفريق، لا، العلاقة هي مشتركة بين كل الناس على نفس المستوى. فالموضوع هنا لازم يكون فيه علاقات شخصية جيدة وقوية بين أعضاء الفريق، لأن دي بتساعد بعدينك في المحافظة على درجة عالية من التحفيز، اللي بتساعدهم فيما بعدينك في الإنجاز والعطاء. دي حاجة مهمة جدا، وهي طبعا محتاجة زول يستثمر وقت. دي أصعب في أمر فيها. عشان كده من الحاجات اللي أنا أيضا تعلمتها أثناء الموضوع التطوع في مشرف الباحثين السودانيين، مع كثرة الأنشطة اللي عندنا والويبينارات وكده، تعلمت أنه لازم الزول يقدر يعرف يحدد الأولويات حقته بوضوح جدا. أولوياتك في الحياة بصورة عامة، هل هي يعني العمل التطوعي ولا الأسرة ولا وظيفتك الخاصة ولا مشروعك التجاري ولا أيا كان؟ تحديد الأولويات جدا، وبناء عليه الصرامة في إدارة الوقت، أنه الإنسان ما يدي وقته لأي حاجة فقط لأنه جاتك دعوة. أنا عن نفسي تقريبا بدون مبالغة 99% من الدعوات اللي بتصلني لمشاركة في ويبينارات وكذا، وإني أحضر حتى برفضها إذا لقيت أنها ما مطابقة مع الأهداف بتاعتي أو ما حتقدم لي قيمة كبيرة. لأنه أي حضور لأي نشاط أو ويبينار وكذا هو عبارة عن استثمار في الوقت، الوقت هو رأس مالك الأساسي. في إذا ما قدرته بصورة صحيحة يعني حتتأخر جدا في تحقيق أهدافك. فدي حاجة أعتقد أنها مهمة جدا الزول الناس تكون واعية بها. والمسألة الأخيرة موضوع الاستدامة المالية، يعني العمل كمشرف أو في فريق الإدارة بتاع الباحثين السودانيين، أنت دائما الشغل كله تطوعي وعمل على وجه الله، وما بناخذ أي قروش ولا كده، ودي حاجة ممتازة ورائعة كده. لكن عشان يستمر أي عمل حتى لو كان تطوعي، وهو إن شاء الله دائما إن شاء الله يعني يكون لوجه الله، الله سبحانه وتعالى يعني يجعلنا يعني يصلح لنا نياتنا. لكن برضو الاستدامة المالية مهمة، لأنه أي عمل تطوعي في الغالب يحتاج لقروش كثيره تصرف عشان يستمر. يعني حتى نحن في مؤسسه الباحثين السودانيين كثير من العمليات الداخليه اللي بتحصل في من وراء الستار ما شايفها تتطلب دفع مئات الدولارات او اكثر كل سنه. فلو ما في عنصر بتاع استدامه ماليه، انه يكون في بعض الانشطه بمقابل مادي زول بيقدر عبرها يعني يخلي الانشطه بتاعته تستمر بصوره سلسه، في تقديري المبادرة دي ما حتستمر. فدي حاجة أعتقد كثقافة محتاجين إحنا نكون واعيين بها، يزول عنده مبادرة تطوعية عشان تستمر المبادرة دي في التأثير بتاعه. أنا قلت 25 دقيقة والآن مرت حوالي أكثر من نص ساعة، لكن ده السلايد الأخير. فشكرا لكم، شكرا للشباب الحضور جميعا. معانا دخل في الزوم حاليا بابكر. بابكر ما عارف لو عايز تشارك بحاجة، عندك إضافة ولا حاجة زي كده. بابكر سامعني ولا لا؟ طيب لحد ما يرجع أنا ممكن أشوف. شايف بعض الناس كان في بعض الأسئلة في البداية. طيب أبو بكر محمد قال: هل من ضمن خططكم عمل داتا بيس لكل الباحثين المهندسين في مجال الطاقة المتجددة؟ نعم، بصورة غير مباشرة، اللي هو النيوزلتر أو القائمة البريدية دي، لانه حاليا فيها الحمد لله حوالي يمكن اكثر من 300 شخص باحث ومهندس ويعني مهني بروفيشنال شغال في المجال. فدي وسيله لجمع البيانات دي، لكن كقاعده بيانات داتابيس مستقله كده براها لا حاليا. طيب ما اعرف اي زول عنده استفسار او سؤال او كده. ممكن احنا نقعد مدة ربع ساعة زيادة. في سؤال هنا شايف محمد آدم قال: one of our problems in Sudan is data concerning energy in Sudan. صحيح يا محمد، في موضوع البيانات هم موضوع من أكبر المشاكل، بل أنا بعتبر المشكلة الأولى. وكان في ويبينار
قدمت فيهم تبع رابطة المهندسين السودانيين في قطر، تكلمت عن الموضوع ده ووضعت بعض المقترحات للناس كيف تبدأ في تجاوز المشكلة دي. والويبينار التسجيل بتاعه موجود في الباحثين السودانيين، والسلايد أيضا موجودة، فممكن تراجع عليها. طيب بابكر، سامعين؟ رجعت ولا؟ ما أعرف بك لو سامعني ولا لا، لكن أنت ميوت، ف يعني ما عموما. طيب، في هنا ضياء، سمعت منك كثير، خاصة أبنائي يدرسون هالمجال في جامعة شمال الصين للكهرباء، ما شاء الله. ضياء، تسلم يا أخي، جزاك الله خير، وربنا إن شاء الله يوفق أبنائك ويفتح عليهم في دراستهم. طيب، مقدام الجنيد، كيف المقدام يا أخي؟ إن شاء الله كويس. قال هل بتستهدف أفريقيا كلها أم هي مبادرة موجهة للسودان؟ لا، هي مبادرة قبل أفريقيا بالكامل، إنجليزي اسمها كلينج فور أفريكا، بس بطبيعة الحال السودان هو المستهدف الأول، أو المستهدف في المقام الأول. طبعا موضوع التنوع diversity ده مهم شديد، عشان كده في بنحاول قدر الامكان في المقالات ان نقدر نصل لجمهور اكبر، انه يعني يكون في مقالات بتنظر لمختلف الدول. والحقيقه انه في تجارب كثيره ناجحه في افريقيا، اعتقد في السودان المفروض ننظر لها فيما يتعلق بتعزيز الوصول للطاقه، خاصه في الاسواق الكبيره، نيجيريا، كينيا، إثيوبيا، وغانا، وبعض الدول زي جنوب أفريقيا طبعا بطبيعة الحال، ومصر. في تجارب مميزة فيما يتعلق بالسياسات حق الطاقة المتجددة، في تجارب مميزة فيما يتعلق بموضوع مثلا موضوع التصنيع، تصنيع الألواح الشمسية. في تجارب أيضا مميزة ما يتعلق بالأنظمة بتاعت العمل والبزنس مودلز اللي بتساعد إن كيف نوصل الطاقة لعدد أكبر من المستهلكين في المناطق الريفية. فأعتقد المفروض ننظر ل يعني نحاول قدر الإمكان نستفيد من التجارب دي. رجعت على الإيميلات والروابط، حاضر إن شاء الله يا ضياء. أنا بعد ما ينتهي اللايف إن شاء الله هيكون مسجل، ونحاول حرفه على البرزنتيشن برضو في الجروب ان شاء الله، ممكن تطلع عليهم. طيب، أعتقد ممكن يعني تعزيزا لموضوع الإدارة الصارمة للوقت، بما أنه شايف ما في أسئلة تانية، أعتقد ممكن ننهي اللايف الآن. فبشكر الجميع، الناس اللي حضروا. طبعا اللايف حيكون مسجل في الجروب، فالناس ممكن ترجع عليه يعني بعد نص ساعة كده بكون انتهى البروسيسنج، ممكن الناس ترجع عليه. وإن شاء الله برضه حامل التسجيل والإضافة للسلايدز، برفعها إن شاء الله في الجروب، بحيث إنه لو في زول عايز يقدر يطلع عليها. بشكركم جميعا على الحضور. طيب، بس في سؤال شفته الآن، عبد الفتاح قال أنا باحث ماستر مجال الطاقة الشمسية في تركيا، خصوصا مجال الاستفادة من التقنية في الزراعة. ممتاز عبد الفتاح، ما عارف لو عندك تجربة في الموضوع ده، يا ريت لو تشارك معانا، أو إذا عندك مقالة أو برزنتيشن وكده، يعني إحنا نسعى إن شاء الله إنه نعرضه.
تركيا برضو من الدول الرائدة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بجوانب كثيرة من الطاقة المتجددة، سواء كانت التصنيع أو كانت المشاريع أو غيرها، حتى أظن طاقة الرياح أيضا. ف يا ريت لو عندك حاجة في الموضوع ده تشاركنا فيها، وبحثك حق الماجستير لو كنت يعني انتهيت منه أو نشرته ترسل لنا الروابط. طيب موسى عبد الله قال مشروع الطاقة الشمسية حققت إنجازات كبيرة، مثل مشروع كهرباء دارفور كانت نفذتها الـ UNDP في الري الزراعي، هل ستنجح في المناطق الغير فيها شمس؟ ممتاز، صحيح. موضوع مشروع الكهرباء دارفور، سبحان الله، ده كان المشروع اللي اتكلم عنه بالمناسبة فيصل، اللي هو كان أحد أعضاء المشاركين في برنامجنا التدريبي، كان كتب تقرير عن مشروع كهرباء دارفور، تكلم عن الجوانب حق المشروع كلها والإيجابيات السلبيات جوانب النقص وكذا. فده كان فعلا مشروع، ممكن نقول إنه كان أكبر مشروع ناجح لحد ما نفذت محطة الفاشل. هل ستنجح في المناطق الغير فيها شمس؟ حسب علمي واطلاعي على الخريطة حق السودان حقت الإشعاع الشمسي، السودان كله بيتمتع يعني معدل إشعاع شمسي عالي على مستوى العام، في بعض المناطق صح بيكون الإشعاع الشمسي فيها أعلى كل ما تزول تجه شمالا، وإن كان بعض المناطق اللي فيها إشعاع شمسي عالي ما هي مناطق فيها شبكة حقت كهرباء أو ما فيها تجمع كبير للسكان. بس بصورة عامة السودان كله يعني مستوى الإشعاع الشمسي فيه عالي جدا على المستوى العام. على المستوى السنوي نتكلم عن أكثر من أو حوالي 2000 كيلوات أور في المتر المربع في الساعة، في كيلوات أور في المتر المربع على مستوى العام يعني. طيب محمد سعد قال هل في مواصفات معتمدة من شركة الكهرباء السودانية بالنسبة للجريد تاي مثلا IEC أو IEEE؟ حسب علمي الآن ما في مواصفات فيما يتعلق بتوصيل، قد يكون في مواصفات حاجة انترنة داخلية لكن حاجة منشورة ما موجودة، لأنه أصلا ما في قانون الآن بيسمح بالحاجة دي. كان في حسب علمي مسود حق القانون أو مقترح، ومفروض كان يتم إجازته كان ده من سنتين، بس الحاجة دي للآن ما تمت بصورة يعني كقانون أو تشريع، ما تم إلى الآن. بس إذا وجد فهو القانون ده، المواصفات دي حتكون في الغالب هي اعتماد للمواصفات العالمية الموجودة، يعني محتاجين احنا نرجع نخترع على عجلة. فالمواصفات معتمدة فيما يتعلق باشتراطات العواكس أو الانفرترز المتصل بالشبكة، ما يتعلق بالسلامة، ما يتعلق بالفولتج، الفريكونسي، الايلاندينج، الحاجات دي كلها حاجات معروفة هنا. فكل ما في الأمر حنكون محتاجين نعمل اعتماد لها. ما تكلمت عن الموضوع ده في المحاضرة السابقة اللي قبل كم شهر وشوية تقريبا مع ربط المهندسين في قطر، أن موضوع الستاندرز والكواليتي دي حاجة محتاجين نشتغل عليها، وممكن الناس تبدأ تشتغل عليها الآن، يعني ما حاجة محتاجة إلى تمويل حكومي ولا محتاجة إلى يعني ممكن الناس تبدأ تشتغل عليها الآن. فمهمة جدا عشان ضبط الجودة يكون في كواليتي كنترول كل ما بدأ القطاع حق الطاقة يكبر. طيب خالد قال تقترح قيام مرشد عمل او مؤتمر على الطاقه المتجدده ويكون مقر المؤتمر في السودان سيكون فعال جدا. بثمن الاقتراح جدا، يعني فعلا حاجه مهمه جدا انه نعمل تكون الحاجات دي على مستوى دوري كان بصوره مستمره. نحن عندنا مثلا باحثين سودانيين مفترض كان عندنا مقترح لخطه لمؤتمر، مؤتمرنا الثاني كان مفروض يكون السنة دي أعتقد، لكن مع موضوع الكورونا ده أصلا يعني ربما حيتأجل. يعني إن شاء الله بإذن الله أرجو إن شاء الله يتم في السنة القادمة، يكون مؤتمر مباشر ما يكون أونلاين إن شاء الله، لو الوضع بتاع الكورونا ده يعني الوضع تحسن. بس إن شاء الله حيدي نحن عندنا مقترح نعمل زي ورشة تدريبية في كلين في أفريقيا بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات، قاعدين نعد عليها الآن وإن شاء الله هنعلن عنها قريبا يعني بإذن الله في غضون الشهر القادم. طيب ضياء قال ابنتي بحثها عن الاستفادة من الطاقة البديلة في تقليل استهلاك الوقود
لتقليل استهلاك الوقود لتصنيع الكهرباء، ما رأيكم؟ والله ضياء، أول حاجة أنا رأيي أن كلمة الطاقة البديلة دي أنا مصطلح يعني معارض له بشدة جدا. ما بعتبر، ما بحب أن نسمي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة دي أن نسميها طاقة بديلة، لأنك لما تقول بديلة بطريقة غير مباشرة قاعد ضمنيا قاعد تقول أنه الوقود الأحفوري هو الأساس، هو الأصل، ودي الحاجة الطبيعية المفروض تستمر. لكن الطاقة الشمسية دي حاجة بديلة لو حصلت لنا مشكلة في التوربينات حقت الغاز الطبيعي مثلا ناتشرال جاس توربينز، او حصل لنا مشكله في المحطات الفحم الحجري، بعدين هنفكر في الطاقه الشمسيه. ده الفهم بتاع صراحه بطريقه يعني غير مباشره. ف عشان ما بحب مصطلح الطاقه البديله ده، هي ما بديله ابدا. وفي يعني كلمه جميله سمعتها قالها مره مايكل ليبريخ، اللي هو احد المؤسسين لمنظمه بلومبرج نيو انرجي فاينانس، قال renewable energy is not alternative energy. No alternative energy, no alternative facts. فدي ده رأيي. لكن عموما نعم، لا شك انه ما عارف ايه تتكلم عن استهلاك الاستفادة من الطاقة الشمسية مثلا في لتوليد الكهرباء كده بصورة عامة، ولا عندها في سكوب محدد في إطار محدد. لكن دي حاجة ممتازة، أتوقع أنه المفروض تركز في البحث ده على السيستم، النظام حيكون شكله كيف بالضبط، الفوائد اللي حيوفرها النظام بتاع الطاقة المتجددة مقارنة بالنظام بتاع النظام التقليدي. الفوائد هي من ناحية الفوائد البيئية، الفوائد الاقتصادية، الفوائد، ربما في تحديات فيما يتعلق بالسلامة والتشغيل بتاع النظام محتاجين نتكلم عنها، الجدوى بتاعت تطبيق النظام ده في الدولة اللي هي مستهدفاها بالنظر إلى التشريعات والقوانين الحالية. دي أيضا حاجة أتوقع المفروض تنظر لها. طيب، أعتقد أنه ممكن ننهي اللايف الآن لأنه مرت ساعة. ف عبد الفتاح طيب قال شايف في أبحاث دراسات في جامعة كاليفورنيا أمريكية في تطوير نوع جديد من الخلايا الضوئية تولد الكهرباء في الليل عند إطلاقها الأشعة تحت الحمراء، ما أعرف مر بيكم ولا لا. والله سمعت عنه الخبر ده، لكن ما قريت، ما فحصت في الموضوع، ما عارف هتولد الألواح الشمسية دي كيف بالليل. أصلا الفهم بتاع الألواح الشمسية أنها بتحول الطاقة الكهرومغناطيسية في الإشعاع الشمسي تحوله لكهرباء، فإذا ما في إشعاع شمسي هتحول شنو بالضبط؟ ما عارف صراحة. طيب سارة قالت ليه مركزين على الطاقة الشمسية أكثر من طاقة الرياح في حين عيوبها أقل من الطاقة الشمسية؟ ما أعرف عيوبها قصدك من ياتو ناحية، يعني لو نظرنا من ناحية ميكانيكية بحتة، طواحين الرياح هو أي نظام ميكانيكي بسرعة، أي نظام ميكانيكي هو أجزاء متحركة، حيكون المعدل أو الهام أو احتمالية الخلل فيه أو الريلايبيليتي هتكون أقل من أي نظام ما فيه أجزاء متحركة. فأنت في النظام الشمسي المكون الرئيسي الألواح الشمسية ما فيها أي حياة بتتحرك أو يعني مراوح أو توربينات أو كده، فمن ناحية الريلايبيليتي ومينتنس لا، الطاقة الشمسية هتكون أحسن أكيد. لكن عموما نحن كمبادرة كيف في أفريقيا بننظر لكل الطاقات المتجددة، والمقالات المنشورة في الموقع فيها يعني بتنظر ل أو بت في المقالات الموجودة بتستهدف جميع التقنيات، سواء كانت طاقة شمسية أو رياح أو بايو جاس أو ويست تو إنرجي، أو حتى تقنيات بتعزز الاستدامة بصورة عامة زي السيارات الكهربائية وزي كفاءة الطاقة وغيرها. لكن عشان نكون واقعيين، ايضا الطاقه الشمسيه المتوقع زي ما ذكرت بدايه اللايف، كل التقارير تقريبا حقت الاستشراف المستقبل حقت الاي اي مثلا وايرين او غيرها بتتكلم عن انه فعلا سعر الطاقه الشمسيه بالذات سولار بي في قاعد ينزل، وحيكون مسيطر في الفتره على مدى العقد القادم اكثر من جميع التقنيات الثانيه. طبعا يمكن يستثنى من حاجة التوليد المائي، لكن لو قارنا الطاقة الشمسية هنلقى أنها هي الأبرز، خصوصا فيما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية. طبعا في نفس الوقت طاقة الرياح عندها مزايا ما موجودة في الطاقة الشمسية فيما يتعلق بالكاباسيتي فاكتور، أنها ممكن
تكون شغالة التقنية فترة أطول، لأنه الرياح أيضا يعني بتكون موجودة حتى في الليل. هذه يعني بعض التعليقات السريعة في الموضوع ده. خالد قال الإشكالية في التكلفة العالية غير مناسبة مع وضع السودان. موضوع التكلفة العالية ده ما صحيح. التكلفة في أنظمة الطاقة المتجددة ما بيقيسوها بالتكلفة بتاعة تأسيس المشروع، الكابيتال كوست فقط. أنت لما تنظر مقارنة من ناحية استثمار تنظر في عوامل رئيسية مهمة. العامل الأهم والأولى دائما الناس بنظر به، خصوصا من ناحية الاستثمار، وده عامل بنظر له البنوك، الجهات اللي بتمول، هو موضوع الليفلايز كوست اوف انرجي، او تكلفه الانتاج، وحده واحده من الطاقه. الوحده دي اللي هي كيلو وات اور. فلما تنظر للتكلفه وتنظر للتطور اللي حصل، هتلقى ان التكلفه حقت السولار مثلا بي في على مستوى العالم الكلام ده، وحتى في الدول اللي ما عندها دعم كبير او سياسات تدعم الطاقه المتجدده، وصل التكلفه وصلت لان تكون اقل من 2 سنت الكيلو وات ساعه. كمثال، المحطه بتاع اللي عندها هنا في قطر بتاعت الخرسعة أو بتاعت سراج واحد، التكلفة بتاعت الكيلو واط الواحد حوالي 1.5 سنت. فدي يعني رقم غير مسبوق. الإمارات بيضع برضه محطات من جديد، العزيز نوع بتاعت في دبي بتاعت الظفرة تقريبا، ولا نور ما عارف، واحدة من ديل مستوى حجمها جيجاوات تقريبا. برضه تتكلم عن أرقام يعني منخفضة بطريقة عجيبة. فهي لما توصل الأرقام هتلقاها أرخص حتى من كثير من التقنيات التقليديه. لكن وضع السودان عموما في حاجات بتخلي التكلفه تكون اعلى، في 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 مثلا موضوع الدعم، الدعم على الكهرباء الحاليه، اللي هو بخلي المطورين المستقلين ما بيقدروا يربحوا لو كان في عقد شراء بي بي اي او باور بيرتشيس اجريمنت، الا يكون في تتغير التكلفه دي، والا ما حيقدروا يسترجعوا قيمه الاستثمار. في برضه في السودان من الإشكالات اللي بتخلي التكلفة عالية موضوع المخاطر على الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، فدي ممكن تخلي التكلفة تحت التمويل نفسه أعلى. بعض الناس أحيانا بيغفلوا عن الجانب ده في لما يتكلموا عن تقييم التقييم الاقتصادي للمشاريع حق الطاقة الشمسية. الموضوع ما بس التكلفة بتاعت التقنية أو بتاعت اللوحة الشمسية والإنفرتر وكذا، لا، الموضوع نفسه تكلفة التمويل، التكلفة الإدارية، تكلفة البالانس اوف سيستم ايكويبمنت، العوامل التقنيات المساعدة اللي بتستعمل في توصيل المحطة بالشبكة. لكن المخاطر في الاستثمار في تقديري ده من الحياة الكبيرة، خاصة مع عدم وجود قانون واضح للمنتجين المستقلين او الاندبندنت باور بروديوسرز. بالمناسبة المهندس او السيد أحمد يوسف طالب برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة عندنا هنا، زول ممتاز ومتخصص في المجال ده، في موضوع البوليسي ممكن الناس ترجع عليه. هو استضافه في حوارات على هامش المؤتمر الاقتصادي الشهر اللي فات. عبد الفتاح قال حسب كلامهم بيقولوا أن يمكن الخلايا الضوئية المبتكرة توليد ما يصل إلى 50 واط من الطاقة لكل متر مربع في ظل ظروف مثالية في الليل، أي حوالي ربع يمكن تولد الشمس تقليل في النهار. طبعا حتى الموضوع ما قادر أصل، الله ما أعرف عبد الفتاح، لازم نشوف الموضوع ده ونتحقق منه. لكن عموما المقارنة في تقنية جديدة، المعيار الأساسي الناس تنظر له دائما هو الكونفرجن افيشنسي أو الكفاءة بتاعة التحويل، أنها هل هي مثلا الرقم عالي جدا أكثر من 20% مثلا، حاجة زي كده، ولا لا، بالإضافة للريلايبيليتي، الاعتمادية بتاعت الواحد دي، عمرها كم، هل يعني بيحصل لها أي تهالك أو أي نوع من الخلل سواء كان ميكانيكي أو كهربائي بعد فترة من التشغيل ولا لا. دي العوامل الرئيسية الناس بيزوروا ليها. خالد قال كيف نقنع الحكومة أن تولي اهتمام الطاقة المتجددة وتشجع الاستثمار فيها وتحل بها مشاكل نقص التوليد الحرارة والماء إذا التكاليف والرأسمالية التشغيلية؟ كيف نقنع الحكومة؟ ده يعني محتاجين ناس ناشطين زي ما نقول activists، يكونوا عندهم فهم جيد بأساسيات التقنية، مؤهلين من ناحية الناحية المعرفية الأساسية بالتقنية دي،
وناس يدخل الحكومه نفسها، بدل ما نحن نقعد كل مره نقول الحكومه لازم تغير السياسات، لازم تعمل كذا تعمل كذا، نحن ذاته نشارك في درجه من درجات الحكومه. ما بالضروره المشاركه دي تكون على مستوى وزاره، لا، ممكن يكون مشاركه دي على مستوى محليه، على مستوى حكومه ولائيه، على مستوى برلمان. دي حاجه اعتقد انها مهمه، ودي من حاجات انا يعني سمعتها قريبا بديت اقتنع بها او افهم بصوره افضل. كان في ويبينار حضرته قبل اسبوعين تكلمت فيه الرئيس بتاعت برنامج Sustainable Energy for All، اللي هو البرنامج بتاع الامم المتحده الرئيسي لدعم الطاقه المتجدده. فقالت انه انا بنصيحتي للشباب انه انتم يعني ما ينفع انكم تقعدوا تقولوا الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده وتغير المناخ وكذا وما لكم دور في التغيير. عشان يكون لكم دور في التغيير لازم انتم تكونوا ضمن دائره اتخاذ القرار، اللي هو تدخلوا واحده من درجات الحكومه حتى تكون صوتكم مسموع وتقدر فعلا تحققوا تغيير. وحقيقه احنا عندنا تجربه، احد اعضاء المؤسسين للمؤسسه مؤسسه الباحثين السودانيين دكتوره بروفيسور سعاد بدري، يعني كان لها تجربه ناجحه جدا في تمرير قانون فيما يتعلق بالطاقه المتجدده. ما بتاخذ التفاصيل الان، لكن الناس ممكن ترجع لها، هي موجوده معانا في الجروب. لكن عموما في خطوات الان ان شاء الله يعني تتكلل بالنجاح. سمعنا عن مذكره تفاهم مع الامارات لمحطه 500 ميجا واط، ففي في 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 خطوات ان شاء الله تكون يعني ينتج عنها مشاريع كلها تاثير كبير. بكر دكتور تحياتي، انت بتكون قاعد في الزوم هنا يا بكر، ما اعرف عندك مشكله يمكن في المايك ولا شنو. بالنسبه لموضوع التمويل عن طريق البنوك، مدى امكانيه ذلك في ظل عدم استقرار الاقتصاد السوداني؟ والله صراحه ما اعرف موضوع التمويل في السودان بالذات، انا عايز اعمل دراسه عنه. كنت بديت قبل 4 شهور وكده اتواصل مع بعض البنوك اسالهم عن موضوع التمويل الاصغر، هل في تمويل لمشاريع الطاقه الشمسيه، الشروط بتاعته شنو كده. فواحد من البنوك اتصلت عليهم وقالوا لي هاي من مول يعني ما دوني محدد مسقف التمويل كم، لكن ليه من مول وبتدفع على مدار الاقساط تدفع على سنه تقريبا، والسعر سعر ثابت يعني ما السعر ما متغير على الرغم من تغير الجنيه. وقالوا لي يعني انه عندهم اجراء للموضوع ده. طبعا هم التمويل حقهم ده تقريبا حيكون مرابحه او مرابحه للامر للشراء، يعني حسب صيغه العقد. فيبدو في بعض البنوك عندها، لكن هل المنتجات دي يعني منتشره في السوق الناس بتستفيد منها ولا لا؟ الله اعلم. ما اعتقد ان الحاجه دي موجوده، لانه انا قاعد اتكلم مع ناس كتار شديد، رواد اعمال، اصحاب شركات في السودان، وما في مسا سمعت لي زول قال انا حصلت تمويل لمشروع طاقه شمسيه بحته، يعني مش لانه في بعض المشاريع كانت بتكون اصلا هي مشاريع زراعيه، فدي يمكن تمويلها يكون مختلف. طيب فأرجو تكون الإجابة واضحة. طيب أعتقد ممكن ننهي اللايف الآن. يعطيكم العافية جميعا، ولو في زول عنده أي استفسار أو يعني رغم في المتابعة في النقاش، فممكن إن شاء الله عبر الكومنتات، أنا حكون موجود حتابع الكومنتات في الفترة يعني من الآن مدة ساعة إن شاء الله، ممكن أتابع عبر التعليقات. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.